فعلا تقريبا هذه شهرين باش عرفت يعني السوق العالميه الزياده في القمح الصلب، وكذلك حتى في القمح الليين. القمح الليين راه تزاد تقريبا واحد 50 سنتيم اللي تزاد على تقريبا شي درهم كاع قول اللي تزاد، ولكن القمح الصلب هو اللي عرف زياده كبيره، يعني تقريبا واحد 3 درهم ونص اللي تزاد في الكيلو. وهذا اضطر علينا احنا في البلد ديالنا ك يعني مصنعين الماده ديال الخبز من خلال القمح الصلب اللي تنقولها، ان السميده والقمح والشعير والسيق والخرطال والذره هو اللي عرف الزياده. وكاين الناس كيف تنقول اللي باقيين تينتظروا، ربما لان هذا الشيء غير مؤقتا. اذا السوق العالميه عرفت واحد يعني العرض قليل والطلب كثير، وبالتالي يعني اضطر كثيرا. ولكن اللي اساسي عندنا هو القمح الليين. القمح الليين اللي كنخرجوا منه الدقيق الممتاز فورس، هذاك لن يغرى عقا تاريخ، دائما باقي الخبز درهم فاصلة 20، وكذلك الوزن 160 غرام. ولكن كاين الدعم ديال الدولة في هذا الإطار، لأن كاين برنامج تعاقدي موقع بين ثلاثة ديال بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحين والجامعة الوطنية للمخابز، على أساس أن الدولة تتسهر أنها باش يوصل القمح للمطاحين جوج درهم فاصلة 60، والمطاحين تتلتزم باش تبيع يعني في على سقف هو 3 درهم و50 الكيلو ديال الفرس. هذا هو الاشكال. اذا الحمد لله في هذا الاطار راه كاين تجاوب يعني بيننا وبين المكتبوطي الحبوب القطاني، كذلك مع السلسله البمهنيه لافياك اللي سهر على هذا الشيء، وكذلك الاخوان المطاحين. واليوم راه اليوم نيت اليوم الثمن اليوم لا ديال القمح الليين ولا ديال القمح الصلب كله طلع. اليوم تنهضر معك في ذات الساعه يوم الجمعة، دابا دخلنا للبورصة ديال شيكاغو، لأن احنا متبعين هادشي. الحمد لله العالم الرقمي خلانا أننا كنتواصلوا، خصوصا أننا زبناء يعني لا سواء ديال أمريكا بالنسبة للقمح الليين، ولا كذلك كندا القمح الصلب، ولا الاتحاد الأوروبي كذلك، ولا أوكرانيا. إذا كاين واحد العالم، كاين واحد التواصل. وحتى أنتم شفتوا القطنية، راه عرفت زيادة. لأن علاش؟ لأن كنقول لك أنا هذا العام خصوصا هذه السنة الأخيرة، يعني هذا السيتو الأخر ديال الموسم، والحمد لله راه المحصول الزراعي ديالنا ديال البلاد راه باقي الان كيتسالك حتى هو. اذا حنا لا خوف، نطمنوا المواطنين على انه راه الزياده اللي كاينه راه كاينه غير في القمح الصلب والمنتوجات ديالها اللي معروفه، لانه وكاين الحمد لله الجوده، وكل الاخوان ديالنا راهم صاهرين كل حرص باش يحافظوا على القوه الشرائيه ديال المواطن، كذلك لان هذا الشيء داخل في السلم الاجتماعي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.